السلام عليكم، نتمنى الكل يكون بخير. اليوم شفتكم وصفة لميني باكيت بمقادير مضبوطة رائعة. هذه الوصفة لساندويتش لجوتي الأطفال دخول المدرسة. تبعوا معايا الفيديو. بسم الله. هذه الوصفة عندي 500 غرام تاع فارينة مع ملعقتين تاع حليب مجفف، ملعقة كبيرة خميرة فورية، ملعقة كبيرة سكر حطها على الخميرة باش تفاعل معها. نضيف شوية تاع الماء على الخميرة ونخليها تفاعل. نحركها هكا شوية ونخليها تفاعل. وملعقة صغيرة تاع الملح نحطها على جنب، نحطها بعيدة عن الخميرة. نضيف كذلك 300 مليلتر تاع الماء مرة واحدة ونعملها تنعجن. بعد ما نعجنت العجينة نعجنت مليح، الآن نضيف ملعقة ونص تاع الزبدة حوالي 45 غرام ونخليها تدخل مع العجينة مليح. عجنت العجينة مليح، خليتها تخمر، خليوها تخمر حتى يتضاعف الحجم تاعها، نصف ضاعف الحجم تاعها. الآن نهبطها، نرش رشة خفيفة بالفارينة ونقسمها إلى كرات. اللي يحب يعمل بالميزان يعمل 100 غرام. نجيب الحبة الأولى ونحلها هنا، وهنا نرولي هيدا، نعمل هيدا، الأخير نغرقها. حليتهم كامل هيدا ونبدأ نرولي فيهم ونحط في الصينية. هيدا العملية جي سريعة، حطهم عاود في الصينية يخمروا. الصينية دهنوها بزيت ولا فرشوها ورق طه. ضربت الآن بيضة وندهنهم. بيضة عملت فيها قليل من الخل، ونجيب هيدا اون لام اغازي، هذه اون لام جديدة ونعمل بها هيدا شرط. نخليهم يخمروا حتى يتضاعف الحجم تاعهم. خليوها يخمر حتى يتضاعف الحجم تاعو. هيدا عملت انا الفرن يسخن على نار متوسطة، الان دخلوا الفرن. خرجتهم الان من الفرن، وصفة رائعة دي ميني باغيت. يجيو للساندويتشات، للنزهات، لينا للدار، يجيو روعة. جربوهم اكيد يعجبوكم ويعجبو وليداتكم. يدخل اول مرة يدعمل الاشتراك ويفعل جرس ليصله كل جديد. فضلا وليس امرا، ما تنساوش باش تعملوا لايك الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.